السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. لقاء يتجدد بسعد بيه دايما معكم على قناتكم. حدث اليوم مفاجأة، الرئيس الصيني سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم طبقا لمصادر بريطانية. ليس هناك بيانات رسمية من كلا الطرفين، من المملكة العربية السعودية الخارجية أو حتى من الديوان الملك السعودي، ولكن أيضا من الجانب الصيني، ولكن هي مصادر بريطانية خاصة تتحدث عن أن هناك معلومات مؤكدة عن زيارة الزعيم الصيني إلى السعودية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عنها في الوقت القريب جدا. المفاجأة في أنه الزيارة دي اتأخرت، لأن إحنا المفروض الزيارة دي كان بيتم الترتيب ليها من بعد عيد الفطر، يعني إحنا بنتكلم من أكتر من 3 أشهر تقريبا، وأنه تم التنويه عنها من شهر مارس الماضي. لكن أنه الزيارة دي أهميتها هي بعد زيارة بايدن الفاشلة في المنطقة التي كان يعول عليها الجناح الغربي لمحاولة إعادة العلاقات الاستراتيجية ما بين يعني القائد الغربي والقطب الأوحد، وهو يعني الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه السعودية. ولكن الآن نحن نعلم أن السعودية، المملكة العربية السعودية، هي عامل جذب كبير جدا ل كل القوى تريد أن هي تكون تتحالف معها وأن تكون هي حليفة لها. الآن القوى الجديدة أو العالم الآن يتم تغييره، يعني بمعنى أصح تشكيل القوى الدولية ورسم خريطة العالم، ومنها السعودية هي تعتبر زيارة الزعيم الصيني لترتيب إعادة العالم. توازن القوى الدولية هو عنوان زيارة الزعيم الصيني أو الرئيس الصيني للقاء ولي العهد السعودي. الزيارة دي يتم التحدث عنها والترتيب ليها في الغرف المغلقة ما بين الجانب السعودي وما بين الجانب الصيني. ونلاحظ هنا في الزيارة دي أن دي تقريبا أول زيارة للزعيم الصيني خارج يعني خارج شرق آسيا. والصين الآن هي يعني مغلقة على نفسها منذ عامين تقريبا من بداية كورونا، وأيضا في خضم الأحداث اللي هي على حدود الصين وهي تايوان ومشكلتها مع الصين، وأيضا إقحام أمريكا نفسها في مشكلة تايوان للزج بالصين في حرب زي موضوع أوكرانيا بالظبط، إن أمريكا كانت عايزة تزج بالصين في الحرب بزيارة نانسي بلوسي، ولكن الصين يعني فطنت لذلك الأمر. لكن هنا الزيارة دي يعني هي تعتبر هتكون محل تقدير وترحيب كبير جدا من المملكة العربية السعودية للرئيس الصيني، بقدر أهمية السعودية بتشكيل القوى السعودية الصينية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن التعاون الكبير جدا اللي ما بين الصين وما بين روسيا، في تعاون كبير جدا في كافة المجالات. يعني إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري ما بين السعودية وما بين الصين يتجاوز 150 مليار دولار. طب إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري ما بين العالم العربي وما بين الصين، 340 مليار دولار. يعني السعودية بتستحوذ على تقريبا حوالي 45% من حجم التبادل التجاري العربي مع الصين. يعني الصين أهمية السعودية عندها بقدر أهمية تقريبا العرب تقريبا. طب الحجم التبادل التجاري ده في المجال التجاري فقط. طب في المجال العسكري، وهو ده اللي تعول عليه السعودية، يعني شيء مهم جدا. وأيضا الشيء الأهم من السعودية مع الصين، في هناك تحالف أو تعاون عسكري كبير جدا في تصنيع مشترك في مجالات كتيرة جدا، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي نعرف أهمية الصين وأهمية الزيارة دي. لكن مجيء الزعيم الصيني إلى السعودية هو اهتمام الصين بالسعودية. يعني من يسعى لمن؟ هي المملكة العربية السعودية سعت لزيارة الصين. تم تقديم دعوة في الأولمبيات الشتوية اللي كانت في بكين في أعتقد في شهر يناير الماضي، ولكن ولي العهد السعودي اعتذر عن الزيارة، لأنه ولي العهد السعودي ابتدى إن هو يغلق على نفسه أكتر في المملكة لبناء نهضة كبيرة جدا، وإن هو اللي عايز يخطب ودي يجيلي. دي كانت سياسة ولي العهد السعودي. في نفس الوقت انه كل المستشارين وكل المساعدين لولي العهد السعودي، كل واحد بيسعى لاستقطاب اسلحة معينة،
أهمية تجارة معينة، ولكن الضربة القاضية اللي هيتعاون فيها كل من الجانب الصيني والجانب السعودي في هذه الزيارة هو القضاء على الدولار الأمريكي. أنا عارف إن في ناس كتيرة المبدأ ده مش داخل دماغها وإنها ترفضه، ولكن خوف أمريكا نفسها من التقرب السعودي الصيني هو الرعب بالنسبة لأمريكا. يعني أمريكا وحتى زيارة بايدن اللي كانت في الشهر الماضي لزيارة جدة ورقابة الاتحاد السعودي، كان أهمية الزيارة كلها هو خوف التقرب السعودي الصيني واستخدام التبادل التجاري بالعملات التبادلية. يعني ايه العملات التبادلية؟ يعني الصين هتشتري من السعودية بترول، يبقى الصين هتدفع هتدفع البترول بالريال السعودي. الصين اشترت مشتقات البترول هتدفع ثمنها بالعملة بالريال السعودي. طب السعودية هتشتري أسلحة أو مكونات تسليح أو معدات، أو هتشتري يعني مكونات تصنيع في أي أمور صينية طبعا لا غنى عنها يعني لعشرات السنين. أكيد هنا السعودية بتشتري باليوان الصيني. إذن انتهاء العملة الأمريكية الدولار هيكون في الفترة القادمة، ده اللي بيتم ترتيبه وبيتم التجهيز ليه على المسرح السعودي في التعاون ما بين السعودية وبين الصين. عايز أقول لكم إن يعني الانزعاج الأمريكي من زيارة اللي هو رئيس الصين للسعودية هتكون، يعني لو بوتين هيزور السعودية مش هيكون في قلق، لأن هيكون في قلق من حتة الأوبك. يعني السعودية أمريكا تقلق من بوتين في موضوع أوبك، وإن هو يعني الارتباط الأوبك وإن هو ما بين السعودية وما بين روسيا أو ما بين الولايات السعودية وما بين بوتين، لكن خوف أمريكا من دخول الصين للخليج، ده راعب أمريكا. عشان نشرح تفاصيله أكتر، الصين إذا دخلت السعودية ودخلت في البنية في تطوير البنية التحتية للسعودية ودخلت في قطاعات كبيرة جدا تعاون عسكري، يعني على سبيل المثال المملكة العربية السعودية بتتعاون مع فرنسا في مدافع لها سيزر ومدافع كتيرة جدا، وتعاون مع أمريكا في برضو المدافع، ولكن اتجهت إلى الصين في الفترة الأخيرة، حتى أن الصين وردت للسعودية مدافع خاصة للسعودية مش موجود، يعني لم يتم تصديرها أي دولة في العالم، حتى هي معمولة بمواصفات خاصة للسعودية، مدافع ميدانية قدرتها كبيرة جدا، حتى تم يعني تكييف هذه المدافع للطبيعة السعودية من حيث الطبيعة الصحراوية أو من الطبيعة الجغرافية السعودية، أنها تتحمل الصعاب في الجبال وفي الحرارة العالية اللي هي موجودة في السعودية. الدفاع الجوي السعودي الآن ابتدى ياخد نسبة لا تقل عن 30% للدفاع، منظومات دفاع جوي صينية. بمعنى أنه أنا اتكلمت في إبانة اللي هو الحرب مع الحوثيين، كان في الشهر الأخير في القتال كان بيتم سقوط مسيرات حوثية عن طريق منظومة دفاع صينية تشغلها السعودية منفردة، يعني المنظومة دي موجودة فقط عند السعودية وأثبتت كفاءة كبيرة جدا، وهي اسمها سايلنت هانتر، الصياد الصامت. دي منظومة أثبتت كفاءتها عمليا وعملياتيا، يعني السعودية أرسلت فريق من الدفاع الجوي إلى الصين في أواخر 21 وتم التدريب عليها، وإن هي كانت لسه جديدة قيد التجريب وقيد يعني التدريب اللي هي العملي، وتم التدرب عليها وتم الاستحواذ عليها لأن هي كفاءتها كبيرة جدا، ولكن المدى بتاعها قصير، هي 5 كيلومتر، ولكن لا تكلفتها مفيش زيرو، يعني تكلفتها 1 دولار لتشغيل الليزر. ف اثبتت كفاءه كبيره جدا ونجاح منبهر، حتى ان الطاقم التشغيل اللي اثبت كفاءه في اصطياد المسيرات الحوثيه تم تكريمه بواسطه اللي هو اللواءات اللي هو حتى مدير اداره الدفاع الجوي السعودي. هنا بننتقل حتى الى ولي العهد السعودي في معرض الدفاع العالمي اللي كان من حوالي 8 أشهر تقريبا، كان بيزور الجناح الصيني واهتم بمنظومة دفاع جوي صينية. المنظومة ديت هي
تضاهي الاس 400 الروسيه، ولكفاءتها الكبيره جدا الصين بتحمي بيها السواحل الغربيه للصين المحاذيه مع تايوان في حاله اجتياح تايوان، وده موضوع نبقى نتكلم فيه بعدين، رغم ان موضوع اجتياح تايوان تم الاتفاق على تاجيله مع الحكومه الصينيه، يعني تايوان مقره ومعترفه ان هي هتدخل في حضن الصين، وتقريبا الدول العالم كلها عارفه مقرين بكده. ولكن ايضا السعوديه هتدخل مع الصين في تبادل تجاري اكتر من اللي هو موجود دلوقتي، وهيكون التبادل بالعملات المحليه لكلا الدولتين، ده هيزيد التبادل التجاري اللي هو الان يعني في حدود 150 مليار دولار، هيزيد الامر دوت، وهيزيد مع استخدام البترول والصناعه الصينيه. والصين طول ما في انتاج زياده، طول ما هيكون في تشغيل مصانع اكتر، وهيكون في احتياج للمشتقات النفطيه او البترول للمصانع هناك، وايضا عدد الصين واستخدام السيارات وامور كتيره جدا. لكن الصين كانت في الفتره الاخيره هي كانت يعني الاعتماد على المصدر الاول او المورد الاول للنفط الصيني هو السعوديه، وكانت روسيا في المرتبه الثانيه، ولكن الان روسيا في المرتبه الاولى والسعوديه في المرتبه الثانيه، ولكن ده ما بيقلش يعني لم يقل من التوريد السعودي للصين اللي هو مليون برميل في اليوم. الصين بتاخد من السعوديه مليون برميل في اليوم، لكن ليه السبب ان روسيا بقت الاولى؟ روسيا الاولى لان هي ادت خصم للصين، مش للصين بس، يعني دول كتيره جدا من اللي هي تعتبر اللي هي حليفه لروسيا بتورد ليهم النفط بسعر ارخص من السعر العالمي بحوالي من 20 ل 30 و35 دولار. السعوديه ذات نفسها بتاخد، انا اتكلمت في الموضوع ده، مصر خدت كميات هائله جدا، الهند بتاخد كميات هائله جدا، الصين ايضا بتاخد كميات هائله جدا، وفي الاخر ان هي كل دول بتاخد كميات كبيره وبتشيلها في الاحتياط الاستراتيجي، لان محدش عارف يعني الاشهر اللي جايه هيكون فيها مشكله، ممكن تكون حرب عالميه ثالثه، الله اعلم. ولكن هنا الصين تنظر للسعوديه لا غنى عن النفط السعودي لمده لا تقل عن 5 سنوات حتى ينتهي العمل بالسيارات اللي هو البترول، وهيكون نحل محلها الكهرباء، السيارات الكهربائيه هتحل محل في العالم كله بنسبه يعني على الاقل بنسبه لا تقل عن 80-90% بعد 2030. اوروبا وامريكا كله 2030 مفيش عربيات الا تكون بالكهرباء بس. لكن التعويل على التعاون ما بين الصين وبين السعوديه، التصنيع المشترك في المجالات العسكريه، الصواريخ الاستراتيجيه السعوديه 80% هي صينيه، رياح الشرق الاشهر دي اف 3 دي اف 70 دي اف 31 اللي هو قبل ذلك كان اون ذا واي، ولكن هو الان هو في السعوديه، يعني كان اعتقد قبل عيد الاضحى ان هو وصل السعوديه، الدي اف 31 والدي اف 17 اللي الصين اطلقته فوق سماء تايوان، وان هي جربته، والرادارات التايوانيه لم ترصده تماما، دليل على كفاءته ان هو بيتعامل يعني ممكن ان هو يتعامل مع يعني مع حامله الطائرات ان هو يقضي عليها تماما. السعوديه هنا تريد ان تكون، السعوديه تريد ان تستخدم الصين سلم ودرجة من درجات السلم اللي هي تطمح السعودية ان تصعد بها الى يعني تصعد بها الى مجالات ليصبح التعاون او التصنيع العسكري المشترك ما بين الصين وما بين السعودية في كافة المجالات. ايضا تريد ان تكون السعودية هي في المصاف الاربع الكبار على مستوى العالم من ناحية الصناعات ومن ناحية كافة المجالات، يعني تكون قبلة السياحة، تكون السعودية قبلة الثقافة، تكون قبلة، طبعا هي قبلة السياحة الدينية، هي أيضا هتكون قبلة العالم في التصنيع في مجالات كتير جدا، هيكون التصنيع مشترك في كافة المجالات مع الصين. الموضوع ده هيزيد أكتر في الفترة القادمة. في نقطة مهمة جدا، ليه السعودية بتريد أن
يعني يكون في تعاون اكتر ما بينهم بين الصين. لما بتيجي تتعاون مع الصين في اي حاجه الصين ما بتقولكش لا، طالما انت يعني هتدفع فلوس كتير وان انت اهميتك الاستراتيجيه مهمه جدا في المنطقه، وان الصين بتعتبر السعوديه هي بوابه الشرق الاوسط وبوابه الخليج وهي في طريق الحرير، والصين صرفت كتير جدا على الطريق دوت من عندها لغايه باكستان ولدخولها للخليج، فبالنسبه لها الخليج او السعوديه هي تعتبر الخليج والشرق الاوسط. الصين لما تيجي انت تتكلم معاها مش زي الغرب ومش زي امريكا، مش هتتكلم معاك في حقوق الانسان، مش هتتكلم معاك في اقليات، مش هتتكلم معاك في حجج الغرب في ان هي تضغط عليك بمجال حقوق الانسان. فبالتالي الصين ما تقدمه هو الافضل، ما تقدمه من تعاون وتحالف هو الافضل. التعاون الاستراتيجي مع الصين في التسليح بكافه المجالات سواء صواريخ استراتيجيه او في الدفاع الجوي في منظومات كتيره جدا. لا ننسى ان التعاون النووي ما بين السعوديه وبين الصين هو الاهم منذ حوالي 4 سنوات من 2018 تقريبا. لا ننسى ان التعاون في الصواريخ الاستراتيجيه اللي هي موجوده في بعض المواقع بالقرب من الرياض، واتكلمت عنها سي ان ان واتكلمت عنها صحف كتير وانا اتكلمت عنها من حوالي 10 اشهر، ده يعتبر شيء مهم جدا. امريكا ما يحدث لها هي انها يعني هي حصل لها نوع من الجنان، لكنها ستجن اكتر اثناء زياره الزعيم الصيني إلى المملكة العربية السعودية. السعودية تعول على الصين ليس بمفردها ولكن تعول عليها بنسبة لا تتعدى 30 أو 35%، لأن السعودية تعول على الصين، تعول على كوريا الجنوبية، تعول على روسيا، تعول على حتى على ماليزيا. السعودية بتتعاون عسكريا مع ماليزيا، في تعاون ما بين شركة سامي وما بين شركات في ماليزيا. السعودية تعاون على جزء من اللي هو الغرب مع أوروبا ومع أمريكا في التصنيع المشترك أيضا عسكريا وفي كافة المجالات، ولكن هنا الصين هي يبدو لها رغبة أكتر، لأن مفتاح البترول موجود مع السعودية، هي الدولة الأغنى بتروليا ونفطيا، وهي الدولة الأغنى في الشرق الأوسط، وهي تعتبر يعني من أهم 3 دول في التبادل التجاري ما بين الصين وبين الدول المختلفة، فتعتبر الصين مهمة جدا بالنسبة للسعودية، وكذلك السعودية الصين مهمة لها جدا. لا، في نقطة تانية مهمة جدا، أهمية زيارة الصين، أهمية زيارة رئيس الصين والتعاون ما بين الصين وبين السعودية هو التوازن. السعودية تنظر إلى العلاقة ما بينها وبين الصين هي التوازن. التوازن يعني ايه؟ يعني التوازن ما بين ما يبقاش ان انت بترتكن على علاقتك ما بين الغرب فقط، ما بين امريكا، ان انت تعول عليه. لما تم تعويل السعودية على امريكا لعقود من الزمان، يعني امريكا غدرت بالعرب ومن ضمنهم السعودية منذ مجيء اوباما، وحتى منذ مجيء حتى جورج بوش الابن اللي احتل العراق، وبالتالي دي كانت نقطة ضعف في العالم العربي ويعني إهداء إيران العراق. ففي الحالة ديت أنه التعويل على الأمريكا أصبح كان، ولكن الآن التوازن، أهمية التوازن في العلاقات. هيكون في منفعة كبيرة جدا للسعودية ولكل دول الشرق الأوسط دخول الصين ليس معناه خروج أمريكا، ولكن لما يكون في أكتر من قوة في العالم إن هي بيبقى ليهم رغبة في التعاون معاك، أنت هنا في الحالة دي بتعمل توازن. ولكن إن أنت التعويل على قوة واحدة هو في خطأ استراتيجي كبير جدا في التعاون، ولكن تم تصحيحه في الفترة الأخيرة، والآن بدل ما هيكون في توازن هيكون في السعودية هتكون هي وسط هذا التوازن. فمن الطرف ده هو ليه رغبة في التعاون، الطرف ده رغبة في التعاون، وفي الآخر المنفعة كلها هتعود على السعودية، وأيضا هتكون في منفعة على الصين كبيرة جدا، ولكن المنفعة للسعودية هتكون كبيرة جدا بأن أنت تصنيع مشترك، تطوير القدرات التصنيعية السعودية هيكون في شيء كبير جدا، وهترتقي السعودية لمصاف كبيرة جدا. العلاقات السعودية الصينية هيكون فيها منفعة كبيرة بزيارة الرئيس الصيني، وهيكون فيها خسارة كبيرة جدا لأمريكا، خسارة الدولار وخسارة أمريكا لمكانتها في الشرق الأوسط.
هيكون بالتحالف أو التعاون السعودي الصيني الجديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.